هاي جايز، كيفكن؟ جايز بعرف انه صار لي زمان ماني مصوره، بس صراحه كان عندي جامعه وانا هلا خلصت جامعه صيفت، وقلت ما حاعمل لكم فلوج انه بس بالجامعه وما يكون في شيء مهم بحياتي. يعني اخر جمعه من الجامعه كان كثير عندي سبمشنز ودرس، فقلت بنطل ليصير في شيء انترستينج تعمل له فلوج. اوكي سو انا مسافره بعد، تعال نشوف بعد قد بعد يومين مسافره 3 الفجر. يعني انا عندي نهار يوم الاحد، يعني اليوم الاحد الفجر انا عندي نهارين لدب، نهارين. ومثل العاده ما بعرف اذا انتم بتشوفوا ماي فلوجز من قبل، دائما بترك دب غراضي لاخر دقيقه، بالعاده حتى ما بكون عم دب قبل بنهارين، بس قلت خليني بلش دب لانه ما حتى عارفه شو بدي اخذ معي اوتفيت. مسافره مع رفقاتي، مسافره من هون لحالي وحلاقي رفقاتي هونيك يعني، بس انه بباريس بعدها شوي برد وسقع وهيك، فصراحه ما عندي اوتفيتس براسي ابدا. هلا بدنا ندب ونفكر بأوتفيت سوا. جايز كيف بتعرفوا انه كان عم يصير معي كرايسيس انه عن جد ما بعرف شو لازم دب؟ هيدي الأوضة الثانية اللي فيها تيابي الشتوية. اوكي ولهلا ما قررت يعني شو بدي دب، يعني مش انه حطيتهم هيك وقلت اوكي لا بعرف شو حدب، لا كبيتهم هيك وبعدني ما بعرف شو بدي اخذ. الشيء المنيح انه في ريما هونيك وفي ليدا، في عالم استعين منها تياب احتياط اذا نسيت شيء. بحب اي اوفر باك، ما بحب اي اندر باك. فأنا هلأ بكرايسيس لأنه ما بعرف كيف I will overpack لأنه ما عندي outfits براسي. خليني أعمل لكم unboxing. اشتريت هيدا صراحة، ما بعرف إذا حسافره معي، ما بعرف كيف. عن جد ما تسألوني، إنه أنا بس رحت على المحل شفته كله أبيض، بس رجعت على البيت اكتشفت إنه مش كله أبيض، حتى ما بعرف كيف شفته كله أبيض والله. وكمان قررت بلش الفلوج من هلأ، يعني يا حصور إنه هيدا الترافل فلوج مع ترافل بريبس، انه عندي موعد صالون وانه باكينج وكل شيء، وبعدين هنيك ببلش فلوجات، يا حاعمل لهم كلهم لينكس ببعض، وكل ما احس انه الفيديو طويل ببلش فيديو جديد. ما بعرف عم فكر. عندي قميص وشورتس بيجوا هيك. اوكي بعدين عندي انا دي ست، في عندي هيدا التوب تنربط من ورا مع سكيرت طويله كمان. كان كثير حلوه السكيرت. بس تعرفوا انه انا على الوصلة اول ما اوصل على باريس اول شيء بدي اعمله رايحه اشتري سليبرز لونها بينك، بس لا تلبق مع ماي ست. بس ليكم ان ماي ديفنس، اوكي انا اوريدي هالسليبرز كانت براسي وانا عندي عشق لشيء اسمه بينك، وبعرف انه كثير حلبتها كثير حاستهلكها، فيعني روق. كان تعرفوا انه هيدا طلبته اونلاين وصل وما قسته احتياطا، لانه اذا ما حبيته علي هون ما عندي حاليا انه القدرة لفكر بأوتفيت غير، فهيدا حنحطه وحأجبر حالي ألبسه لأنه أنا حبيته بالصور. كايز ليكو غزينتي، ليكو هول أنا عم فكر بتياب، عم فكر شيلهم كلهم وشوف شو ما بدي منهم لهول التوبات. كايز نيو لوكيشن، جيت لهون لشوف شو بدي وشو ما بدي لأنه لازم ثبت هيدا التخت. هيدا على فكرة بشيل أخده معي. أوكي جايز اقولكم بسافر بال giving movement jacket. هاي جايز ابديت، شلت كل شي من هون اللي زبط الاوضة، بس ما لقيت ولا شي بدي اخده معي، فهلا عن جد ما بعرف شو بدي اعمل. جايز اخدت قرار، كنت عم اجل الموضوع كنت عم اقول بعمله بكره، بس اذا حضل اجل الموضوع ما حاعملهم، حشيل كل التوبس اللي هون، هول كلهم توبات وبحس في سكيرتس، حشيلهم حشوف اذا بدي شيء منهم، اللي ما بدي اياه يا بتبرع فيه يا بعطيه لماي كوزنز. انا ما عندي انه اخوات بنات انه اصغر مني بشوي، انه فرق بيني وبين اختي 10 سنين، فحيلا شيء انه ما بدي اياه بعطيه لماي كوزنز اذا هن بدهم شيء منه او هيك. وبيني وبين انه ماي كوزنز اللي دغري اصغر مني 3 سنين. جايز اذا هلا ماما بتشوف هالفيديو انا بدي اقول لها ما عندي تياب بتقتلني. فكرة لازم جربون، بس انا ما بحب انه ما اخذ اجرب. نحنا يعني بالعادة انه انا وماي كوزنز مثلا ليدا اكبر مني، فليدا وقتها انه ما بدها شيء بتسألني قبل ما تتبرع فيه اذا انا بدي اياه، واذا لا بعدين نتبرع فيه، انه نحنا عنا هيدا الريتشول دايما بنعمل هيك. انا دغري بسأل انه فافا وافو سيسي يعني اذا بدهم اياهم. كويس هيدي بعدها بالتاج، بس انه انا ما بحس بلبس هيك لون. صار في شوية progress guys. ما بعرف إذا بترك هالسكيرت،
انه هيك عندي ميكس فيلينجز، مرات بحسها مثل شاشه في طاوله سته، مرات لا. حظي كثير حلو، كنت جاي اصور لكم واقول لكم راحت الكهرباء اليوم كثير بكير عم اجت. اوكي هلا عم دوب، حطيت نيو اوتفيت براسي فهلا حنطبهم سوا. كنت بتعرفوا الحبه اللي بتطلع لكم قبل السفر؟ يعني انا طلع لي 4 صراحه. انا حاخذ معي جاكيتات، انا حاسه انه حتصور والبس الجاكيت. هي السكيرت لها توب بس رفقاتي قالوا لي التوب منا حلوه فبلا توب. خد هيدا الدرس فور لايك ا فانسي دينر، حتى حالي مدام دل جينز وجاكيت. قاعد عندي هيدا الدرس بصراحه ما بعرف اذا بدي اخده ليكو، بس كله مفتح بدي البس تحته، يعني دراس بلبس تحته دراس ضيق بيجي هيك. صراحه حاتركه لاست اوبشن فور ناو، ما بعرف. اوكي حدوب هيدا السكيرت السوداء. انا بالرجعه اكيد حاشتري شنطه، واهلي حيقتلوني لانه من الاول قالوا لي حتشتري غراض دونت اوفر باك، وانا ما في طبعا. ليكو شنطه هي الميله هلا اكيد بدي اياهم، وهي الميله هلا بدي نقي منه لانه شو بعد بدي اخذ اوتفيت. وبعد شوي لازم نام، اول ما في بكره عندي موعد تفير وشعر وكل شيء، راح اعمل ميك اوفر. ست هول هو من ورا شورت من قدام سكرت، ما بعرف ليه التيك جايز هيدا سكرت اني ويز، ما بعرف اذا حلو هيك اذا رح الدينر كبيرة على خصري، بس انه ما قد اجري دايما عندي انا مشكلة بالجينزات، بحس هو اكتر شي بيقطع لهلا ما بعرف. جايز هيدا ماي بروجريس لهلا، حطيت بالكيري اون سكيتي وهيك خلصت هون، مش انه خلصت يعني بعد بدي احط تياب، بس انه في انوف اوتفيتس، بحس اذا باخذ بعد 3 اوتفيتس بيمشي الحال للسفرة ان شاء الله. جايز هالقد لليوم، بكره الصبح بس في حاخذكم معي. بونجور جايز، جايز انا نايمه شي ساعة بس، بس هلا فقت و حروح اتغدى مع بيي وبعدين حروح على الصالون اعمل ضفيرة ليكو قد ايه بشين. Hi guys. Hi. Hi. Guys, coffee. جينا عبول. هاي بلوغ. I was gonna say hi my vlog. بس نحن جينا عبول ولين بدأ تأكل. So hungry. وبعدين هنخلص مشاويرنا. دي جي جايز نحن جينا على الخياط و تاخد جنساتي لنحمل لهم اوتفيتس هلا بسرعة تيابي. هلا هايلين هلا حنروح على المول هلا لفلفي. جايز جينا ما بدنا نجيب شيء ليكو، ما هون مش كثير. جايز نحن خلصنا، نحن رحنا ما بدنا نجيب شيء، رحنا هيك. اوكي انا طلعت بست ما له عازة، اوكي هي طلعت بشي 10 اشياء من بيرشكا. I don't buy from بيرشكا. ايه guys sorry لين مش من مستويها بيرشكا. ما ايه نحن we don't know how to budget our money يعني. no, هيك 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 لازم تفهم. guys نحن صرنا بيت لين. guys اخذت كم شغله من لين لنعمل لهم outfits. جيت هون تسرق لها الخزينه. guys بتعرفوا لين عايشه بحد walking distance شي 5 minutes. انا ايه 2 minutes. انا هيك تعرفت عليهم بالجامعة اصلا عشان طلعت عايشة حد. guys ضبيت ماي ميك اب باجز هون، ححط ماي سكين كير هونيك، حطيت 2 بوتس ومرة واحدة بدي اخذ هول اذا كان عندي غسيل، ضبيت كل شيء هالميلة، بحس خلصت ماي كيري اون وليكو تختي. ما بعرف وين حنام، وهول بيجاماتي بدي ضبهم. هاي جايز هيدا ابديت، اول شيء انا حاطة بيمبل باتشز لانه قرر يطلع لي حبوب، بحس قلت لكم من يوم امبارح او قبل امبارح ما بعرف نهار السفر. اوكي قبل السفرة يعني هيك حياخدني محمد، وما بعرف اذا جود حترجي توصلني بس بحس حتكون نامت، ما بعرف بنشوف، بس انه رفقاتي حيوصلوني ف ايه حشوفكم بعد شوي بس جهز حالي وهيك.
وفرجيكم ماي فت وكل شيء. اوكي جايز بقى هيدا من اوتفيت حلبس هيدا التوب وهيدا البانس يوغا مع هيدا الجاكيت من ورا هيك فيها بينك تلبق ماي باك. صرت بسيارة بس ناطرة محمد كان عم حط الشنط لإلي وجهي كتير ميت من شوي بس انه انا رايحة نايم بالطيارة هلا رايحة مش انه نايم صار لي انه امبارح كله ما نمت واللي قبله كله ما نمت وما تسألوني ليه وما تسألوني كيف ما غفلت وشربت بس قهوة واحدة بهول ال 48 hours ما بعرف شو عم يصير معي بس ايه من شوي وحيت قال شلت كل التياب كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء فيكم تتخيلوه بالشنطة من الأول لأرجع أتأكد إذا ناسي شيء عشان تسرسبت أول مرة بتسرسب على قد بس لأنه my outfits they contradict each other يعني ما بيروح هيدا مع هيدا وهيدا مع هيدا إنه they're fits عرفتوا مش إنه bodies بينلبسوا بيتزبطوا فايه عشان هيك فا anyways أنا هلا بسيارة ناطرة و بس بحس إنه معي نص ساعة قبل ما أروح على المطار الساعة 5:10 فيني أروح شي 5:06 هيك guys جبت قهوة بس عم بتركها تبرد محمد قول هاي لماي فلوج هلو فلوج guys قد ايش تقتولي من 1 ل 100 please I want to know the comments